ننتقل الحديث عن آية أخرى، قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الحمد لله، وصف الولدان بأنهم مخلدون جاء في آيتين في القرآن، في الواقعة وفي سورة الملك. في الواقعة الله عز وجل ذكر أحوال الناس وقال جل وعلا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. بماذا يطوفون يا ربنا؟ قال بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذه واحدة. وذكرهم الله عز وجل في سورة الملك، قال الله عز وجل عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وذكر جل وعلا ما يكون من النعيم في سورة الملك. معلوم أن كل من يدخل الجنة يخلد، كل من يدخل الجنة يخلد، الله يقول خالدين فيها أبدا، وقال في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. لكن الولدان هنا وصفوا بأنهم مخلدون دلالة على أنهم باقون على ما آتاهم الله عز وجل من النضرة والصفاء وجمال المنظر والسن، لأن وصفهم بأنهم غلمان لا يدل على أنهم كبار في السن، والخدمة التي يقومون بها لأهل الجنة، والخدمة التي يقومون بها لأهل الجنة. فهذا سبب نعتهم بأنهم مخلدون مع العلم المسبق أن أهل الجنة جميعا مخلدون. يبقى الإشكال سيد السلطان، من هم الولدان المخلدون؟ قال بعض العلماء إنهم من مات من المسلمين صغيرا، يعني صغار أبناء المسلمين، وهذا القول استبعده كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق، يعني استبعاد شيخ الإسلام حق منطقي، لأنه قال رحمه الله إن صغار المسلمين، طبعا الإنسان في الديانة ينسب لأبيه، فصغار المسلمين ينسبون لأبائهم إذا كانوا مسلمين، فهؤلاء تكمل أعمارهم، يعني لو فرضنا أن غلاما مات وعمره 10 سنين، فالأظهر أنه يوم القيامة يكمل عمره إلى 33. المشهور أن أهل الجنة يدخلون الجنة على سن 33، فهذا رد على من قال إنهم أولاد المسلمين الصغار. نعم. قال بعضهم إنهم أولاد المشركين، فقالوا إنهم لم يتحملوا ذنبا، لم يجري عليهم قلم التكليف، وإنما عاملناهم في الدنيا معاملة أبائهم، لأن الإنسان يلتحق بأبيه ديانة، لكنهم يوم القيامة هم خدموا أهل الجنة. وهذا كذلك استبعده العلماء، يعني لا يوجد دليل من أثر يجعلنا يثبت هذا النص صحيح. بقيت الحالة الثالثة وهي الصواب إن شاء الله، أنهم خلق من خلق الجنة، مثلهم تماما مثل الحور العين، مثلهم تماما مثل الحور العين. فمثلا نساء المسلمين أزواجنا الذين في الدنيا أزواج أهل الإسلام إذا دخلوا الجنة فالله عز وجل يعيد خلقهم، إنا إن شأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فتعود المرأة شابة لزوجها أيا كان حالها عند الموت. والحور العين ليس الأزواج السابقات في الدنيا قد أعدنا، وإنما الحور العين خلق من خلق الجنة، خلق من خلق الجنة، جعلهم الله جل وعلا متاعا للرجال. قال الله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. وقال جل وعلا في السورة نفسها فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ما يقال عن الحور العين في الخلقة يعني أنهن من خلق الجنة، كذلك يقال عن الولدان في الخدمة، هؤلاء في الخدمة والحور العين للمتاع المعروف، لكن الولدان المخلدون لخدمتهم، والله عز وجل قال عنهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. تكلم الله الآن، تكلم الله عن أعمال القلوب، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ثم ذكر الله متاعهم وجزاءهم، قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ودانية عليهم لا يحتاجوا إلى شيء ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ثم قال حسبتهم لؤلؤا منثورا، فانتشارهم هذا كاللؤلؤ المنثور حتى يكون على أهبة الاستعداد لما يطلبه للخدمة، لما يطلبه وجودهم للخدمة أولياء فقط. الله للخدمة فقط لما يطلبه أولياء الله المقربين أولياء الله المقربون منهم والعلم عند الله.